السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم موند. يعني لكم اليوم مقطع جديد زبد. اليوم راح نلعب معكم كود نيمز مع الشباب تحديدا. لازم نرجع الشباب كل فترة لأن الصراحة هم محتواي، فلازم نستغل الشيء ذا. ما نطول عليكم، خلينا ندخل. يلا روح يلا روح يا سباي ماستر حقنا. أحس كلماتنا حنا يا شباب سهلة، يعني كلب قول مهند، أنا أعرف إنك كلب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه من العين والحسد. يا صاحب اسم مهند، وش أفضل شخصية عندك في الأنمي، في عالم الأنمي؟ في عالم الأنمي أفضل شخص، أفضل شخصية دقيقة بعدين. حطميت جسم جزر عضو حار ذراع ذراع جسم. انا سبك وشو انا شايف اصلا شو السالفه. اوكي جد ايش افضل يعني انمي عند حيان؟ ناروتو. نينجا حبيت اذكرك يعني. اعذرني يا مند قاعد اخرب المحتوى بس يعني. انا مو السالفه اوكي، هذه شوي صعبه. خصم ايزي اتمنى بس يعني. اوكي عندنا شوف كلب وعقرب، هل يجوز لي اني اقول انه كلب وعقرب يعتبروا من اصناف الحيوانات؟ يعتبروا حيوانات صح؟ مهند مو طولت يعني، انا كان ديني اروح اتغدى واجيك كلمتين وتعشى وافطر. يلا ها يا ناصر. تكفى يا ناصر تكفى. حيوان والله انت الحيوان يا حيوان. طيب اوكي حيوان كلب عقرب. يا انا ما اشوف ان العقرب من الحيوانات، ما في إلا خبقيه من الحشرات بس يعني خلني ايوه يستغل عنه تكفى. او انه غبي ما يعرف ان الاقرب من الحشرات. طيب اصول كلب حلو مهند كفو حاط عقرب. عقرب ما في الا عقرب. يا مري يا مري يا كبير يا كبير يا كبير يا اسطورة انت يا معلم يا مدركم انت يا اسطورة. ترى الاقرب من الحشرات يا متخلى يعني يا حبيبي انت. يا بعد عيني وراسي والله حبيبي والله. احكيلنا احكيلنا يا محمد ايش اسوأ انمي انت قد تابعته؟ اسوأ انمي انا قد تابعته وبطلة وسخ كذا زق بكاية اسمه ايرن. ما نبي مشاكل احنا، انت شو تخرب علاقة مع علاقة مع نظرة اخذ ذا كله لا في نهاية واحد. يبي احنا سولفنا عن اتاك حسولفنا عن كل الفصول انت في نهاية واحد. المشكلة عنه في النهاية الواحد ذا اجيبه غلط عشان هنا اموت. شفت ساعدتك اجعد ها اجعد ها اجعد. كل اصلا كل معجبين زورا جحادين. دقيقة بجمع السنسة والموت مع بعض. لا السنسة والسن والنينجا بحط لي ثلاثة. يلا طرت يا ناصر. ما عليك يا ناصر عندك حبيبي. بحط اثنين النينجا لان النينجا وش هو يجيك سنسة، والسن لان السنسة دائما كبير وكذا تعبان وتصفق الناس. اثق 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 فيك يا ناصر اثق اثق. صرخ نديرة والله ما جيتي من نديرة ضقتك. معقول النينجا يقصد؟ ايوه تكفى النينجا. بس دايما مش ممكن يعني الدرجة هذه رحت بعيد انت سافرت رحت القمر طالع فوق بورصة. ما في الا حبل ما فكر فيها حيان ما فكر فيها. حط حبل تكفى. يلا قوله يلا حط. طيب حط محامي. ممكن نقصد كذا حط محامي او حط محامي. عندي النينجا وعندي موت. ايش اللي يربط النينجا مع الموت؟ كينجي 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 من اوفر واتش. موت يموت الناس ونينجا سهلة والله سهلة نينجا. اكيد نينجا نينجا ويش نينجا ويش هم اقوله هو هطف يقول جزار جزار انه هو جزر. طب انا ما ادري فبسكر صراحة بنفسه. يعني عرفت النظام اللي يقول لك ارضى بالقليل يجيك وش مهند؟ يجيك الكثير حبيبي يجيك الكثير. عليك حبيبي رجال حبيبي اسطورتي. حلوه حلوه بس اثنين ولا هو قصده الشراب المويه من المويه ذاك ابو سهم؟ طيب هواء اصول يعني المفروض اختارها ونغمض عيوني. صحيح مدري لا احس حبل. اوه حبل حبل حط حبل حب ما في حط حبل تكوى حط حبل تكوى. شفت يا حكم عشان الكحة شفت يا حكم. لا ايش سبحان الله شو انا بختار عليه اذا انه غلط السماء. اذا انه غلط يعني مشكلة. ذا كله في النهاية جاب العيد. يلا يا سنسة بالله اعطينا واحدة كذا محترمة. ها انا كنت بروح بعيد مرة بقول له ابولو ابولو 13 الصاروخ اللي راح القمر وانفجر ومدري كيف مات ولا شيء زي كذا. بس ما راح يفهم الدبغ حقنا ذا. ولا اكتب له ابولو ما راح يفهم والله ما راح يفهم والله ما راح يفهم. دين على الاختيارات الصعبه. ابولو 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 13
بلو أبولو 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 ما يعرفها طبعا ما معرفة أنا داري والله أني داري. هل هو فيلم طيب يا رب أعرف بس هو فيلم إني مسلسل لا مو فيلم واقع حقيقية ممكن أصحح الجملة حقتك هي مو أبولو 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 حادثة مرة مرة قديمة ومرة مشهورة يا ناصر مرة مشهورة شوف يا أنا بعطيكم تحليل المريخ ما المريخ بالضبط هذه عصابة عصابة في المكسيك مشهورين بايش قيل لك وانا دعم بابلس كوبا أصور أصور هم ايش مشهورين في العصابة دوري يمسكون الناس بحبال طار حبل هذا شيء اللي مبغوني حبال يلعن امر لا 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 ترك محط ميوت حط ميوت انا الحين كيف بالله اخلي ناصر يجاوب لي اربع مره واحده لا انا بفجرها اي نعم انا بفجرها يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة ناصر تثق تثق ولا ما تثق تثق ولا ما تثق اثق انك ما راح تجيبها بس يلا تقليد تاء قمر قاف ميم موت باء بطاقه قم قم هو ايش بيسوي تكفى يا ناصر بيمشي مع كل حرف اول موت قمر يا عمري يا عمري تقليد بطاقة الجو بعلمك انا بعلمك تحليل صدق والله بطاقة مشكلة انا سويتها معاه اول لي سن سي خذلني طيب باقي حرف التاء وين حرف التاء ما في التاء تقليد لا تطولها ناصر بتجيب لي جلطة يا ناصر تقليد يا اخي اقسم بالله محمد يا اخي انا افهمك انا اخوك انا من دمك ولحمك يا عمري يا رجال يا مين بالله يا رجال يا اخي رجال هذا غش الكم هذا غش مقطع مالي دخل هذه في قوانيني انا بالزفه